السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم على two functions مهمين بالجرافيكس. بس مبدئيا بالأول معي هذا الكود. الناس اللي ما شافتش الدروس اللي قبل هذا ممكن ترجع تشوفهم حتى تعرف إيش معنى هذا الكود المكتوب هنا. لو أشغل هذا البرنامج ألقى إنه معي مستطيل باللون الأحمر بهذا الشكل. لنفترض أني أحب أعبي هذا المستطيل من الداخل بشكل ما. أولا أنا ممكن أعبيه بأكثر من طريقة. قبل الرسم لازم أختار نوع التعبئة، يعني على سبيل المثال أنا أحب أعبيه كله لون كامل، ولا أحب أعبيه مثلا مربعات أو داشز أو نقاط مثلا على سبيل المثال. لنفترض انه اول شيء في حاجة يسموها الدالة اولا اللي هي set fill style اللي بنستخدمه معها two parameters. الاولاني حتى اختار الشكل اللي احب اني اعبي فيه هذا المكان، والثاني هو عشان اللون. طيب نعمل هنا semicolon ونجي حتى اكتب الباترن او يعني الستايل اللي انا بعبي فيه. معي شيء من اثنين، اما اكتب رقم فمعايا من الصفر ديفولت من الصفر للاثناعش كلهم ديزاينز للاشكال للباترنز، او اني اكتب الاسم كذا مباشرة. فانا ممكن اكتب الاسم هكذا سوليد. طبعا في يعني هنا بهذا الشكل قيم سوليد فيل اللي هو رقم واحد، وهنا ممكن أقول أي لون مثلا أصفر 14 على سبيل المثال. أنا لو شغلته الآن هذا بعد ما كتبت هكذا وشغلته ما حصل شيء تأثير، والسبب أنت اخترت الديزاين صحيح، ولكن هل أبلغت الجهاز أنه وين يعبي اللون الأصفر هذا؟ ما قلت لهش في صح مرسوم مستطيل، لكن انت لم تحدد له وين المكان اللي لازم يعبي فيه. الامر المسؤول عن التعبية يسموه float fill. three parameters هنا موجودين، انت تحدد نقطة داخل المكان اللي حابب تلون فيه. يعني احنا حابين نلون داخل المستطيل، فاختار اي نقطة داخل المستطيل. يعني انا لو اخترت 122 هذه النقطة، هذا قيمة الاكس، واخترت مثلا 55 بهذا الشكل، هذه نقطة داخل فعليا داخل من داخل المستطيل، لانه انا حدود الاكس من 120 ل 244، ف 122 موجوده داخل هذا الرينج. ال 50 الى 250 اللي هي حدود الواي، كمان ال 55 موجوده ضمن هذه الحدود. طيب ثالث شيء اللي هو انت بتضل تعبي من هذه النقطه ويعني تتوسع الى اي مدى، لوين توقف، وين الحدود تبع اللي أوقف فيها، لازم تحدد له اللون تبع الشيء اللي بتوقف عنده. أنا حابة أنه يكون ضمن إطار المستطيل وما يخرجش. طيب إيش إطار المستطيل لونه؟ لون إطار المستطيل أحمر. كيف عرفت أنه أحمر؟ أنا رسمته باللون الأحمر، هنا رسمته باللون الأحمر، فهنا أقول له إيش أنت بتمشي لعند إيش اللون الأحمر كتابة أو رقما. يعني الآن أشغله أشوف إنه تعبى كله بلون كامل داخل. طيب أنا ممكن أغير الديزاين هذا اللي هنا، طبعا ما ينفعش أعمل كده العكس، بس حتى نكون واضحين، أنت لو عملت بهذا الشكل وقلت له عبي لغاية ما تشوف لون أحمر، هو فعليا ما بيشوفش لون أحمر، فبيعبي كل الشاشة قبل ما يرتسم ليش المستطيل، فبتلاقي الشاشة كلها لون أحمر، عفوا لون أصفر.
بهذا الشكل والمستطيل في النص. لا انا مشتيش اعمل كده. فبالتالي التعبئة انت طلبت منه انه يعبي المكان باللون وبعدين رسمت المستطيل. فالترتيب مهم، الترتيب مهم. فاحنا بنشيل هذا ونحطه محله مثل ما كان. الان انا ممكن اغير الديزاين هذا، ممكن اغير هذا الديزاين. على سبيل المثال ممكن اعمل LT/ اللي هي رقم 3 هذه فل، ونشوف ايش ممكن التأثير تبعه يكون. الاقي انه طريقة التعبية داخل اختلفت. انا ممكن اعمل ارقام مثلا، على سبيل المثال بدل هذه الكتابة احنا ممكن نعمل ارقام، مثلا اعمل 7. الاقي بهذا الشكل. وبالتالي انت معك من 0 الى 12 حتى تعمل ايش ديزاينز، او تكتب بالاسم الديزاين مثل ما تحب. الان اللي نفترض انه انا عملت النقطة مش داخل اطار هذه النقطة، مش داخل اطار حدود الريكتانجل. يعني على سبيل المثال عملت هنا 2، هي مش ضمن الاطار، هي الان خارج المستطيل. وهنا مثلا عملت خلينا نقول 20، كمان خارج اطار المستطيل. هو بيبدأ يعبي من النقطة 22 كعمود، يعني عرض وطول 20، وبيتوقف عند حدود مين؟ عند حدود المستطيل احمر، بس من خارج مش من داخل. بتلاقي الباترن موجود خارج اطار المستطيل وليس داخله بهذا الشكل. وبالتالي يعني الفكرة انه واحد ينتبه على حكاية انا لما اعبي بالطريقة الصح بالمكان الصح. لو كانت هذه يعني انا كتبت كتبت مثلا 2 اخضر تقريبا، هو بيدور على حدود لونها خضراء عشان يوقف عنده. هو ما فيش حاجة حدود لونها اخضر، بتلاقي اللون الاصفر ماله عبى المكان كله، عبى كل لانه انت الحدود اللي اعطيته حدود غلط. فاختصارا للتو فانكشنز هذول، set fill style هي بس حتى تعرف ايش نوعية الباترن اللي بتستخدمه، او انت تشي هذا ديزاين كيف وضعه، خطوط تعبيه وتعبية عادية مثلا، ايا كان نوعية التعبية. و اللون في بعدين الفلود فيل هي اللي تحدد فيها المكان اللي تبدأ تعبي منه وين توقف. طبعا انت بتختار للون اللي توقف عنده. اذا اخترت نقطة داخل مثلا شكل معين، مش بالضرورة مستطيل، اي شكل، هي بتعبي داخله. اذا اخترت نقطة خارج اطار هذا المكان، هي بتعبي وين خارجه.